عندنا أيضا مما يكون بعض الناس ينكر الصفات الواردة في الكتاب والسنة لله سبحانه وتعالى. طب الله سبحانه وتعالى أثبت هذه الصفات لنفسه، لماذا أنت تنفيها؟ ومنها صفة الكلام. فتسأل تقول له الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حكمها إيش؟ استعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة، تمام. تقول طيب إذا نزلت منزل مكان موحش ماذا تصنع؟ قال أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تمام. نقول تمام، إجابة سديدة هذه. لو تقول أنه كلام الله مخلوق فأنت مشرك شرك أكبر عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا تقول أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته فأنت موحد مثبت لله صفة الكلام، صحيح؟ صفة تليق به سبحانه وتعالى. نعم، يتكلم الله سبحانه وتعالى بكلام حقيقي له صوت وحروف مسموع، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء كيف ما شاء بكلام يليق به سبحانه وتعالى، ليس لنا إلا الرضا والتسليم. فالذي ينكر صفة الكلام ننكر عليه بهذا الحديث، صحيح؟ وهذا الحديث يا أخواننا حديث مختصر، دعاء سهل، وقال لا يضره شيء، لا كورونا والله ولا حيات ولا أفاعي ولا جن ولا شياطين ولا غيره. بماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال القرطبي رحمه الله وقد جربت ذلك، قال أنا مجرب هذا الحديث حتى أني دخلت يوما إلى منزلي ولم أقله فلدغتني عقرب.